لاحظوا أصدقائي، هنالك عش. هذا عش طائر فيه بيضة، بيضتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، من أجمل اللحظات التي يمكنك مشاهدتها في مزرعتك. صراحة أنا أقوم بالملاحظة قبل ممارسة أي عمل في حوض الأشجار، فإن وجدت عشا هكذا فلا ألمسه ولا ألمس أبدا محيط الشجرة لغاية خروج الفراخ، يعني تفقس يفقس البيض وخروج الفراخ، وبعدها أقوم بأعمالي بكل راحة. فمن الجميل أن ترى هذه المخلوقات الضعيفة الجميلة في مزرعتك، فهي تطربنا بزقزقتها وتصاحبنا في المزرعة دائما. فلذلك حاول صديقي الفلاح أن تحافظ على هذه الطيور والفراخ الجميلة، ولك أجر أيضا. قم بتتبع هذا العش منذ أكثر من 10 أيام، وضعت له فيديو آخر، وسأقوم بتتبعه ومشاركة كل المراحل في الفترة المقبلة. إذا ما دام العش ودامت الحياة فيه، إذا لم يتعرض للتخريب خاصة من الثعابين. السنة الماضية وجدت مثل هذا العش في شجرة أخرى هنا في مزرعتي، وبمجرد أن فقس البيض استولى عليها أحد الثعابين وأكل كل الفراخ للأسف، لكن هذا قانون الطبيعة. ماذا سنفعل؟ هكذا هي الطبيعة أصدقائي الفلاحين. فقط أردت أن أشارك معكم هذا الفيديو القصير، أتمنى أن تكونوا بخير، وفي فيديو آخر نلتقي بحول الله.